تقول زوجي لا يصلي في المسجد إلا في رمضان وصلاة الجمعة، وأولادي بأعمار 12 سنة أريد أن يذهبوا إلى المسجد جميع الفروض، فهل أوصلهم بنفس المسجد أم يذهبون مشيا؟ والدتي ترفض خروجهم بسبب أنها تظن لا يوجد أمان. أنا ما أدري وين ساكنين وكم بعد المسجد عنهم وكذا، والطريق هل هو آمن أو كذا؟ فإذا كان الطريق آمن يذهبون الحمد لله 12 كبار، أما إذا كان ما يوجد أمان توصلينهم، نعم توصلين المسجد تنتظرينهم ترجعين بهم، ما في مانع إن شاء الله تعالى حتى يتعودوا على الصلاة في المسجد. دخل الوقت، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.